بتكلم على القوات المسلحة أنا بأصر على استخدامها هي أذرع الشعب المصري. طبعا. الدنيا ظلمت في 2011 الرؤية غير واضحة تماما. شيء طبيعي أي إنسان الدنيا ظلمة في شارعه أو في بيته أو هو ضرير كل اللي بيستخدمه إيده يتحسس طريقه عشان ما ينزلقش وما يتكسرش. القوات المسلحة جت تحسست الطريق لحد ما الدنيا نورت سلمت الأمانة شيلوا شيلتكم. قوات مسلحة لا علاقة لها بالسياسة نهائي. احنا رافضين هذا الامر تماما بس احنا بنفكر احنا بشر واحنا جزء من هذه المنظومة. انما نغير نظام نشيل نظام نحط نظام الشعب المصري قادر على تنفيذ هذا الامر. ضياء بيه كان ابتدى قال زي ما في مراكز بحث برا. ايوه النقطة اللي كان ابتدى الكلام. طيب هل انا آن الاوان يبقى عندي مراكز هذه مش هطلع الجرنان مش هعرض على سيادة الرئيس لا مراكز بتصنع الفكر الراقي المحترم واخد بايدين الانسان واعتمد على ذكاء الانسان المصري. هل آن الاوان المراكز دي تبتدي تشتغل عشان احمي ابن مصر احمي الانسان؟ ده في نقطة خطيرة جت في بالي وهو بيتكلم قصديه. هل تعلم ان الدول اللي حوالينا اللي بيجيبوا مربيات لأطفالهم هذه المربيات اللي من دول أجنبية المربيات دي مترتبة ومتأسسة ومتسستمة بنظام معين عشان تربي جيل بعد 40 سنة شكله إيه؟ يا ناجي أنت سوداوي قوي يا ناجي. لا أنا مش سوداوي أنا تربيت على كده في القوات المسلحة أنا بمثل العدو بفكر في كل ما هو أدمرك وأكسرك بيه إزاي. أنا هربي لك أطفالك بالطريقة اللي أنا متأسسة ده أنا جاي أكل عيش ده أنا ست جاي أكل عيش لا ده بغاشة ده أنا جاي أربي عيال بعد 30-40 سنة هيكونوا قنابل موقوتة هيكونوا يخربوا مدينة الدول اللي بتسيب أطفالها في إيد المربيات. أنا آسف بس إحنا بنكمل الدايرة للمشاهد والمستمع. إزاي يتم إدارة هذه الحروب الحروب الحديثة تدار إزاي؟ اما اتكلمنا وقلنا ان احنا هنوفر فلوسنا وهنوفر طياراتنا وهنوفر دباباتنا هنديرها بان انت من جواك هتتآكل يا مجتمع. نعم انت هتتآكل وهتحس بان انت لا قيمة لك كإنسان ولا كدولة ولا كمجتمع انت ما انتش انسان. انا عايز بس هرجع للنقطة دي ازاي حضرتك سؤالك كيف يتم إدارة الحروب الحديثة إدارة الحروب الحديثة عشان أسقط دولة